شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. هدى وبينات يقال لها من قبل مواطني إيران أصفهان نصف جهان، وتعني أصفهان نصف العالم نظرا لاحتوائها على الكم الهائل من التراث والأسواق التراثية الكبرى المنظمة التي لم يصل إليها العابثون والمستعمرون. دخلت أصفهان حمى الإسلام بعد أن من الله على سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه بفتح نهاوند وهمذان، حيث اتجه سيدنا عمر إلى فتح مدينة أصفهان، وتم له ذلك في عام 19 للهجرة وفي رواية أخرى عام 20 للهجرة. تروي بعض كتب تاريخ البلدان أن مدينة أصفهان كانت بالموضع المعروف بجي والذي يعرف الآن يعرف بشهرستان. فلما سار بختنصر وأخذ بيت المقدس وسبى أهلها حمل معه يهودها وأنزلهم أصبهان، فبنوا لهم في طرف مدينة جي محلة ونزلوها وسميت اليهودية. وقد جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أول من يؤيد المسيح الدجال عند خروجه هم يهود أصفهان، وعددهم يومئذ 70,000. لقد أصبحت أصفهان في العهد الإسلامي الأول محط أنظار الناس ومثار إعجابهم، فعلت بهذا منزلتها وزادت أهميتها واحتلت مكانا عليا بين بقية المدن المجاورة لها. وظهر هذا الأثر بكثرة في من خرجت من العلماء الأئمة وصناع المهرة والتجار الحاذقين. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في رواية مسلم قال أبو هريرة رضي الله عنه: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذ نزلت عليه سورة الجمعة، فلما قرأ وآخرين منهم لما يلحقوا بهم قال رجل: من هؤلاء يا رسول الله؟ فلم يراجعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى سأله مرة أو مرتين أو ثلاثة، قال: وفينا سلمان الفارسي رضي الله عنهم. قال: فوضع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يده على سلمان ثم قال: لو كان الإيمان بالثريا لناله رجال من هؤلاء. وفي رواية لأحمد بلفظ: لو كان العلم بالثريا لناله أناس من أبناء فارس.